مرحبا بكم عبر سلسلة شيوات أم وليد. اليوم راح نشوفوا بيتزا طيب بدون فرن، يعني غير في المقلاة أو في الطاجين فوق الفرن في الكويزينيا. يعني هذه وصفة سهلة بالخف توجد، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. راح نبدأ على بركة الله المقادير. راح نستحق 400 غرام فارينة، 4 لي بورسيون تاع الفرماج، 1 خميرة الحلوى، الملح، 4 مغارف كبار الزيت، والماء باش نلمو العجينة. راح نعاودكم المقادير ونخلط. اذا 400 غرام فارينة، راح ندير معاهم الملح ما تكتريش باسكو الفرماج مالح، نديرو حاجة قليلة فقط. نزيد 1 خميرة الحلوى، اذا نخلط هادو. بهذه الطريقة نزيد فرماج تاع بورسيون 4 حبات اللي حبيتو. اذا راح نبسس هذاك الفرماج بالفارينة. ونبدأ نلم بالماء عادي. نلمها عادي. نلموها. حتى تخلص لنا كامل هذيك الفارينة كما راك تشوفي. اذا راح نزيدها شوية من هنا، حاجة قليلة تاع الماء. نلم وانا كندلكها كما راكم تشوفوا تولي رطبه. نلمو كامل العجين ما تخلوش بالطريقه. هكا باش نوريك الطريقه غير بيد واحده. ثم نزيد لها 4 مغارف كبار الزيت. زوج، 3، 4. الآن في هذا الوقت راح ندخل هذيك الزيت اللي درتها وانا ندلك فيها. يعني كل المراحل راكي تشوفي فيها. هاي ولات رطبة كما راكي تشوفي. الان راح نخليها تريح 30 دقيقة ومن بعد نعود نرجع لها. تريح 30 دقيقة نعود نرجع لها. راح نشوف مع بعض مقادير صوص طوماط للبيتزا. راح نحتاجو 3 حبات الى 4 حبات طوماطيش حب، مسكرجة او على حسب الكمية، معدنوس مقطع رقيق، زعترة، مغرف كبيرة طوماطيش مصبرة، ثوم مسكرفج، ملح،
وفلفل كحل. اذا في طنجره درت الزيت يسخن، نزيد معاه الثوم مسكرفج، خلوه يتقلى شويه، ما خلوش يتحرق باش ما يخليناش البنه تاع المراره في الماكله. نديروا معاه طماطم مصبره، ننصحكم دائما اي اكله فيها طماطم مصبره انكم تقلوها، لان الماكله راح تجي بنينه احسن من اللي تديروها مع اللخر. نقليها مليح مليح، شوفي تتقلى نزيد عليها طماطيش مسكرفجة بهالطريقة مع الدنوس والزعترة، يعني ما جربوا هذه الخلطة تجي بنينة. كمية من الملح، نضيف الكحل، نخلوها حتى تطيب ونرجع لكم بعد حين. اذا هي مرت 10 دقائق على العجينه، ها هي شوفوا كاش هي خفيفه. اذا هذه الكميه راح دير لنا زوج خبزات تاع البيتزا، نقسموها هكا هكا على زوج بهذه الطريقه، وها هي الخبزه الثانيه. اذا راح نوريكم هنا لاصوص طوماط اللي كنا جهزناها، انا راح ندير فيها الطون والزيتون والفرماج على طبيعة الحال. اذا راح نبدا في العمليه تاع البيتزا. اذا نحكم الحلال، ندير شويه فرينه، نبدا بسم الله، نبدا شويه من فوق، بهذه الطريقه يعني نفتح ونسيب باش نديرها مدورة. شوفوا العجينة شحال طرية، بالطريقة. إذا راح نجيب المقلة، المقلة اللي راح نطيب فيها ندير بهذه الطريقة، نعجنها سقنيها عادي بيدك. ها هي المقلة تاعنا باردة، ها هي البيتزا تاعنا. إذا ها هي البيتزا تاعنا واجده، نديرها تطيب ونتلاقاو فيما بعد. ها هي البيتزا تاعي راهي تطيب في المقله كما قلت لكم، او الطاجين ولا واش عندك ديري فوق فوق الكويزينيه ولا فوق الطابونه. اذا راح نقلبها، راهي طابت لي من تحت بهذه الطريقه، ندورها شويه حتى تحمر، لانه راهي طايبه خصها شويه من تحت فقط، من كما راكي تشوفي اختي راهي طابت. وحنا الصوص ما نحش نحطو على هذا الوجه، نحطو على الوجه الاخر بهذه الطريقه. شاهدي مليح الطريقه، راني نحمر فيها
ايوا هي سريعة، خصوصا للمبتدئات كاللي يخافوا الفول كاللي يخافوا البيتزا يتخوفوا منها. يعني هذه وصفة سهلة يقدروا يبدأوا بها. عندك حمار، هنا نعاود نقلبها، نقص الفول تاعي كراهي طيبة، نديرلها صوص طوماط. بسم الله، شوفوا صوص طوماط كيفاش تجي. اذا نديرو على الوجه الابيض، ما نديروش على الوجه الاول اللي درناها طيب. هذه الطريقه، هاي البيتزا تاعنا الصوص تاعها. ناوي تنقصي الفرنو للاخير هكذا باش تبقى لنا سخونه. هذه الطريقه هكا، هاي الصوص. نروح نعملها طون. انتي واش حبيتي؟ حبيتي ديري فيون داشي طيبيه، طبعا ما تخليش طيبيه بالملح والفلفل البحل. حبيتي شامبينيون، حبيتي واش حبيتي ديري، انتي حره في البيتزا تاعك. لا تعرفها، هاي سهله. نزيد لها الزيتون، كمية من الزيت، ودير واش تحبي الخضر لك حل كيما حبيتي. هاي فوق النار قليلة، متكتريش النار بزاف. نغطي فوقها الفرماج. بسم الله، إذا أنا درت شيدر تقدري ديري فرماج روج، فرماج اللي حبيتي يعني اللي متوفر عندك اللي تقدري تشريه. كما راكي تشوفي نتلاقاو باش نوريها لك في التبسيط. ها هي البيتزا تاعي واجده، ها هي في طبق التقديم كما راكي تشوفي. نحن قصناها قدامكم. بسم الله، بسم الله. إذا راح نوري لكم البيتزا تاعنا، هي شوفي اختي، هاي طبقة مقرمشة من التحت. ها إذا أنا راح نذوق منها شوية. بسم الله، والله رائعة في المذاق وبنينة. نتمنى أنكم تجربوها، وإلى الملتقى إن شاء الله. ولا عجبتكم الوصفة تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا لي جيم القناة تاعي وتشاركوا باش يلحقكم المزيد والمزيد من الوصفات الجديدة. وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة سهلة، وإلى اللقاء.